سؤال أخير لو سمح بالدقيقة سيد، أيضا بالنسبة للجنوب الغربي أوديسا وهذه المدينة الساحلية ماذا عنها؟ يعني أوديسا الطريق يعني الأسهل للوصول لها يمر بميكولاييف، لذلك من بعد خرسون أعتقد أنه ومن بعد سقوط ماريوبول سينتقل الجهد إلى ميكولاييف، وبالتالي ستصبح أوديسا بحكم المفوقة من كل الجهات. وربما يعني أنا أقول عندما انهيار المدن أنا أعتقد أنه سيكون هناك يعني تسارع أكثر بعملية خروج المدنيين، وبالتالي نعم يعني ستصبح المدينة يعني منطقة عسكرية قابلة يعني للقتال أكثر من عندما يكون هناك لازال هناك سكان يعني في المدن. لذلك نرى رأينا اليوم اتهامات روسية المدنيين من ماريوبول نسبا للوقت رئيس ما يتم يعني مساندتهم أو دعمهم ببعض. أشكرك. أعتقد أنه نحن في الأيام الأخيرة من جريات تبدل الميت حقيقة. نعم، شكرا لكم الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد خالد حمادة، كنت معنا عبر الهاتف. عود إليك سعادة السفير.